واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وبدور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمه يعني؟ حاجه كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا. تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجه ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتيه؟ طب وسمعتها ايه دي؟ محترمه ومتدينه تعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعة، انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتاوي فيه، لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشربي الشاي وانا ادلك على عنوانها. جنب منه بالظبط الصعيدي بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. انا يا حاجة لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا. وبعدين بقى بقول لك هتشتغلي ايه بالظبط. إلهي يسترك ما يفضحك. آمين. إلهي يجازيكي بيا بكل خير. آمين. إلهي يا رب يوصلك على من يعدي. استغفر الله العظيم يا حبيبتي أنا ما عملتش حاجة. أنت هتركبيني كده ذنوب. طب يا أصلي فين يا حاج؟ بص يا حبيبتي آخر الطرقة كده في حمام. اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده الأوضة اللي تصلي فيها. حاضر. عن اذنك يا حاج. اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يبعد عنك عدوينك. لا ولا قوه الا بالله. يا زينب. زينب. أنا يا حاج. أنا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقولك ايه، تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار. حاضر. أماني؟ حاضر. سلام عليكم. بأمان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني.
ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم؟ الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ اخص عليك يا ناد. انا معرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله انت لسه عايشة. مالك؟ طب اخرجي. بصي لي كده ليه؟ تعالي. اخرجي ما تخافيش. مفيش حد غيري هنا. جميلة. أنا اسمي عسلية. لا عسلية إيه، أنا اسمي زينة. وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا. لازم تستحملي. احنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ I need servant, okay, to come with me to Sharm el Sheikh, and after that, come with me to Cairo, okay? Huh? Huh? Let me ask Ummu Sabah, because she is the manager here. Okay. بتقول لك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها على القاهرة. هي بتتكلم إيه يا بنت؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ بتتكلم إنجليزي. إنجليزي؟ وأنت بتعرفي إنجليزي؟ الحق يا أخويا. طيب، شوفي بقى. سيبيني يومين يومين، ها، وكلميني بعدها اكون انا شفت بنت لهلوبه. You called the office two days after. Okay, I'm gonna call the office after two days. Goodbye. يا زينب انت بتتكلمي انجليزي يا بنت؟ طب عرفتيه ازاي وامتى وليه؟ بتكلم يعني انا بحكي لك قصه كده. استاذنك انا بقى 5 دقايق اروح اصلي العصر وارجع. طيب يا اختي روحي يا حبيبتي. انا كنت لقيت دي على الارض امبارح وانا بوضب المكتب. 100 جنيه عن اذنكم. اتفضلي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا جيك سفياني بتتكلم انجليزي يا حاج صلاح؟ يا حلوه قوي قوي. ده ايه ده؟ ده انا معايا معهد سنتين لاسلكي ومعرفش اقول كلمتين على بعض من اللي هي قالتهم دول. لا والله البت دي ممتازه قوي قوي قوي، وهديه من عندك يا رب احمدك واشكر فضلك. بقول لك ايه يا حاجه؟ شوفي كده بطانيتين قدام
وكم هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حاجة أنا عندي بطانيتين في المكتب وبتاد مش قدام وبديهم لها بتتغطى بيهم في المكتب، ومع ذلك حاضر من عيني الاثنين أنا هجيب لها هدوم مش قديمة، هدوم جديدة محترمة كمان. ربنا يبارك. الله يخليك. طب بعد إذنك يا حاج معلش اسمح لي صراحة. اتفضل. انا بس عايز اشارك كده باي حاجه هاتي لها اللي انت عايزاه دلاليب لبس اللي انت عايزاه انا عايز اخد الثواب ده. ماشي ماشي يا محروس من عينيا الاثنين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها ان شاء الله. ربنا يخليك. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا 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 لا, لا زعلان منكم والله مصوعيني من غير اكل لحد دلوقتي. لا يا حاج اوعى تزعل معلش حقك عليا انا بس كنت مع زينب بشتري لها شويه هدوم. انا السبب يا حاج. اولا ايه بتكلمي كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا انا وانت والحاج. لا معلش اتعشى انتوا انا لسه هصلي العشاء ومتوضيه الحمد لله. اصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بص يا بنتي انت ظهرك للشباك القبله كده على طول. والسجاده عندك على ايد الكرسي. قبل الله باذن الله. اذنكم اتفضل يا حبيبتي تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري يعني انا بفكر كده يعني إن زينب تيجي تبات معانا هنا، أصل بصراحة يعني المكتب برد قوي وأنا صعبانة عليا والبنت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجة تحت أمرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. يا زينب يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي القمر ومتدينة. أنت ما اتخطبتيش قبل كده؟ هيحصل امتى وفين يا حاج؟ احنا ناس على قدنا ولا لينا اصحاب ولا لينا قرايب. وبعدين في الاول وفي الاخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي انت قلته لا ده كشفت البيت. ولا كشفتها ولا حاجه. مفيش اي حاجه يعني انا بس كنت بسالها السؤال ده عشان ليا غرض منها. ماشي يا ابو غرض، ماشي. بس بقول لك على حاجه انا حبيتها قوي. وأنا كمان علشان متدينة بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان إن شاء الله يا ست. طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحده على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابساه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه. اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول. هفضل لابساه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده. انا اكل حلو هيعجبك ده انا شاطره. انا عارفه انك شاطره وصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده. وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب. يا رب. انا مطلعه فرختين جوه. اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني هي كانت عيانه؟ لا يا اختي نامت ما صحيتش الصبح. الله يرحمها. 7 سنين متجوزها وما خلفتش ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه. على فكرة يا سلام
تقول حاجه تانيه؟ لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى وعودي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، عودي ده احنا اهل، عودي. لما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي. كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 قوي قوي يعني. خدي طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 رز وفلفل يعني اول. طب خد بسلام. خير هاكل هاكل دلوقتي كل حاجه. بقول لك ايه يا بنتي، يبقي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك، علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي. يبقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى، الواحد عقله مش دفتر والله. حاضر يا حاج حاضر. وتاكل وتاكل يا محروس، ما تاكلي يا زينب. امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حبيبي. يلا. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفة، ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجة يا بنتي، بس هو في مشكلة صغيرة كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج. وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوة قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبي. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يلا سلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت منقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. استناكي.
انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس يعني بنعرف في البني ادمين وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البيت مقطوعه من شجره وقاعده معايا ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صلاح انت كلم الحاجه ام صباح خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا من عينيا واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعملها. ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك. ايه رايك؟ لا اله الا الله. انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع ومعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسب والعباس وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه. لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله. ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين. هو مش بعيد عن ربنا ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي. انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص. وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله. ايه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح. ده انت بنتي. ربنا يخليك لي يا حاج. حبيبتي كده تمام. تسالك 50 جنيه امور يا فندم. لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت اللي بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. استني اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا.
تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى، عايزين العيال تملى البيت. ها يا رب، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك مبروك يا معلم، ربنا يهدي سرك، ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه، متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت الهنا. يلا نجملكم في الافراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بت يلا يلا. بس خلصي الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينة. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي في يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينة. أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزك تصلي يا محروس. يا ست أصلي؟ عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. أنت وش الخير. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقولك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قوليلي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شوية يا حاج، أنا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. أنت بس فهميني وأنا هنفس. هقولك جو حلو أوي النهاردة والبحر جاي. أنا قلت أجيب بقى شط عايدة، ده أنضف شط في اسكندرية كلها. بس أنا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا أخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا.
ماشي يا باشا. اقول اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو وانا مش عارف اقولك لا على حاجه. طب انت بتضحك علي؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجات ايه اللي انت عايزاها مني. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني من اسعدك وهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. مش بملم القعدة معاه. متهيألي كل الأبهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ أنت مش قلت لي إن أبوك اسمه أحمد محمد. هو ما أنا أحكي لك، هو كان له اسمين. أصل أنا أبويا كنا ما بينا يعني بنده له جميل، بس في البطاقة والورق الرسمي كده كان اسمه أحمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب مالك كمان ليه اسمي؟ بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. اه. يا سلام. انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا يا زين. الهامي؟ هي الناس ماشيه مالطه كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضو الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتت هنا بحر. انت رايحه مرسى ابو العباس؟ ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات يا حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. انا بصلي ركعتين شكر لله. اصل انا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محروس؟ يا بنت الكلب، اوعي تحلفها عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. سامحني، ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك يا زينة. خطتها. ما تتخضيش حبيبتي، ما تتخضيش.
تزعليش. حد يربي سحلية يا زينب؟ دي حرباية. أهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، أنا مش قادر نبصلها. ليه دي غلبانة؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ أصلي أصل أنا أي حاجة بحلمها بتتحقق. وأنا حلمت بيها. بالحرباية؟ آه. جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي إيه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لي إيه الحرباية يا زينب؟ قالت لي إن لو صاحبتها ربنا هيبعت لي أيام حلوة ويسعدني. فتاني يوم وأنا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم. فروحت جايباها وجاية على طول. وبص ربنا حقق الحلم وأكرمني بأجدع راجل وبيت وعيلة. ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوة ألوانها بتتغير. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بص كده برضه هتتعود عليها. بص. الله. سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيت ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلام. رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر هجيلك، والله العظيم هجيلك. بس أنا لوحدي لوحدي يا سلام. يا حبيبتي جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وام الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي.
انت هتسحر. وما ده عينك فتحي يا لهوي، بتعملين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله، اللهم صل على النبي. يا لهوي كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصلين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. اقفش حلاوه دي يا معلم. رش على البنات. تمام. وبعت لي عزم. حصل. يا عم انس، يا عم انس قلت لك مره واتنين وعشره شغلني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك اللي عامل بيه ايه؟ جرايه راشه. ما تفك لي لحن دماغك شويه. لما عاوز منك حاجة هطلبها. العبد لله بقى مؤسسة. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره. وفيهم بشوات. يا لهوي يا أمسي. ده أنت بقيت مافيا. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز أشبكك جنبي. بس واحدة واحدة. بونو يا إزاي؟ إيه الواد ضايع؟ يا ولاد الإيه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه يا ماما، هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. بس
تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهر يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. هربية فين؟ مش هرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي، انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسة كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة احمر اللحمة واجيلي. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شوية. انا بس عايزة اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجة؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان. ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها. ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكى لك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. أنت فين يا وزة؟
معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وتهتم علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الحق يا اخوي نصيبه حلت بيا. محروس عايز محروس. الحق يا اخوي انا اخوك. الحق يا محروس يا محروس. الحان الحان يا اخويا يا محروس. في يا صلاح الحان. ام صباح ام صباح وقعت من طولها. الحان الحان وقعت ايه؟ الحاني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب. ربك يلطف يا حاجه. ربك يلطف ربك يلطف. الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا الو فضل ماشي الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك ايه، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن. الحقونا عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ايه على ما تيجي؟ قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس الصبح. يلا واحد الا خير. نعمل خير خير. توفي يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا اللي هي في الدنيا دينا. جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد من الأخوة. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. عارف تستقبل بقى شوية. يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا عم ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر زينة بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على مهلك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه. العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده. على مهلكوا عليها على مهلك. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم. متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص. ارجعها البيت ازاي بالحاله دي؟ يعني امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي يا فندم؟ اهدى ارجوك يا فندم. ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده. حرام عليك. معلش يا حبيبتي شده وتعدي وانت ست مؤمنه. وعمود الفقر سليم. متهيألي ترجع البيت.
قول يا رب. وممكن دكتور عصبيه. قول يا في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. حاولي تقولي اي حاجه. اعرفوا ان المستشفيات بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قول يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور. المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس مش كده يعني مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. عني بس. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى الدكتور ما قالش حاجه غلط. ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسين انت ست. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكره جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيك. المشكله كده مع جماعته فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم ربنا يوسع عليك. تسلم لي. مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون. بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين اربع حيطان. اكل واشرب وانام زي المعيز. الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي علي اهو. ايوه يا اخويا. ايوه ايوه تليفون انسي. ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي يا فتون. اصيله ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشت ربنا راشد خطفني. خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك. قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون لو انت قدامي انا كنت هفهمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عند واطيه صح؟ اسمعي يا فتون وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك. ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا. فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله انا هسمع كلامك. هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونه. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا.
انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه نخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفه زهقانه، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني في ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات ولا يؤود حفظهما يرئيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزه كده؟ يعني اذا كنت عايزه كده ده يبقى ان شاء الله امره سهل باذن الله. يا صلاح انا شايف ان احنا نخلص سكه الطب والدواء الاول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحده فيهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هم احضر لك شويه اكل. صدري ويسر لي شويه اكل وحلول عقده من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا اله الا الله والحمد لله. الله اكبر ولا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته. أصل لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ صباح هتخف. كنت عايش انا واهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، واحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابه على ابويا واخويا قتلوهم، ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفه اعمل ايه بسبب انهم كانوا طالبين فديه، طالبين فلوس، وانا ما كانش معانا فلوس ندفعها. كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعًا. بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز، وأنت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش هاش. ما تقولش كده، أم صباح دي غالية عليا وخيرها مغرقني، وكان يا سيدي على الجواز الأيام جاية كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. تشكر يا أخويا على الغدوة العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر زادك خمسه في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحه واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس. شقه يا جدع.
أضخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع 6 ورقات بمية في الغدا. بتلمع ولا حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ستي، تفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، تفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس أخويا الصغير. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك يا حاج. إيه يا زينب؟ أم صباح عاملة إيه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب أخش أنا أشوفها بعد إذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. ليه؟ اتعرفت بيه؟ هشرب ينسون. ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي كسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب، 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 إيه اللي حصل؟ زينب، ده باين إني أغمى عليه. قومني قومني يا محروس. أنت وقعت كده إزاي؟ تعالي يا حاج. على مهلك يا زينب، حاسب الإزاز. على مهلك. إيه اللي حصل؟ إيه ده؟ ها؟ إيه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبنا محروس. من أوله بس. مالك؟ أنت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت عشان ما أكلتش طول اليوم. وما أكلتيش ليه يا زينب؟ معلش محروس أنا. ما تاكلي يا زينب. أنا كويسة. طيب نروح لدكتور؟ أخرج أنت لسه تبرع عيب. ما تقول على الست يا زينب، أنا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج.
يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية، انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ حشرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك، تعال هنا صلاح، ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. طبينا في مكان يا لطيف اللطف، ربنا في مكرمه المقدر. ربنا يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. يعني انت مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ أنا مش مصدق الكلام ده صراحة. ما احنا البني آدمين كده جهلة، ما بنصدقش إلا اللي بنشوفه بعينينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي أنتِ بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول، إيه المطلوب؟ عايزة بخور، بس غالي شوية، ب5000 جنيه. ليه؟ أقول لك عليه وجيبه أنت ماشي، تديني فلوس وأجيبه أنا ماشي، اللي أنت عاوزه. طب أنا عندي حل كويس. أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه، ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور. دي حاجات غالية وتمنها بالدفع مقدم. أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، اديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استني أنت، بص على مراتك. هي أم صباح خير إن شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. أبوس إيدك يا كوثر، ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ انت استني عليا اسبوعين بس، هضحك علي بأي كلمة عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبة قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. أنا أول مرة أعرف إن في بخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها بالسلامة. بس عارفة يا زينب؟ الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا. والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟
لا 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 لا، الحكاية بجد. الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده منزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب. محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. تعملي لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. زينب. زوزو انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب. زيتي. زينب. 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 Thank you.
بسأل عليها مين؟ دي ضيعة ملهاش حد. كده يا زينب، كده يا زينب، اتوحد الله يا اسطى، ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع. ممكن ترجع، لو هترجع تاخد فلوسي وذهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح. ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم، اتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب؟ والتقى؟ والصلاة دي خلتنا صلي يا صلاح. أنا بقيت أصلي وبطلت أبير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان إيه يا صلاح؟ النصيب. كتب النصيب. كانت بتشتغلني يا اسطى، ده ما عداش على نزولها ساعتين تلاتة. يعني استنى شوية. لا تستنى، ده إيه؟ ما تستنى. طب أعمل إيه؟ ما تعملش حاجة، ده دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعه يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب ولما تسال هي مين ومنين نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه، اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه او شهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى لنروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا. الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 لا، انا في كابوس. ده كابوس، ده مش حقيقه. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب؟ انا عملت لك ايه؟ الطف بيه يا رب. ده ما انه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا الطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ اترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. حب ولا قوة إلا بالله. مش هترجع صراحة، مش هترجع. خدتها معاها. هي خدت إيه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية.